السلام عليكم ورحمة الله. بعد زمان موسى بقرون عديدة تغير بنو إسرائيل، فضل منهم فريق وانحرفوا عن الطريق، بل وعبد بعضهم الأصنام، فخذلهم الله سبحانه وتعالى، وسلط عليهم الأعداء والجبابرة والعماليق، فطردوهم من ديارهم، واحتلوا أرضهم، واستحلوا أموالهم، وسبوا نساءهم وأبناءهم، بل وسلبوا ما هو أعظم، سلبوا التابوت الذي فيه السكينة، والذي كان يقدم في كل حرب، وكان فيه بقايا ألواح موسى وآثار من موسى وهارون. فاجتمع الوجهاء والأشراف من بني إسرائيل يبحثون عن مخرج من هذا الضيق، ونزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تعلم أيها الرسول قصة الوجهاء والأشراف والرؤساء من بني إسرائيل من بعد زمان موسى عليه السلام؟ وكان ذلك بعد موسى بقرون، حيث كان داود ما زال صبي ولم يكن ملكا ونبي، فوجدوا أن الخير كل الخير أن يكون لهم ملكا يجتمعون تحت قيادته ويقاتلون في سبيل الله خلف رايته، فاختلفوا وتنازعوا من يكون الملك، فرأوا أن يذهبوا إلى نبيهم ليولي عليهم ملكا منهم. ولكن من ذاك النبي؟ ولماذا لم يذكر اسمه؟ لأن العبرة ليست في اسم النبي، وإنما العبرة في الدروس المستفادة من القصة. قال بعض المفسرين اعتمادا على الروايات الإسرائيلية: اسمه شمويل أو صموئيل أو شمعون، والله أعلم باسمه. فطلبوا منه أن يولي عليهم ملكا وقائدا للجيوش، لكي يستردوا مجدهم الضائع وعزهم المسلوب. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وكان نبيهم أعلم بهم من أنفسهم، فقال لهم: هل الأمر كما أتوقع؟ إن فرض عليكم القتال في سبيل الله ألا تقاتلوا، فإني أتوقع منكم جبنا وفرارا من القتال. عرض عليهم العافية من القتال فلم يقبلوها، واعتمدوا على عزمهم ونيتهم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قالوا مستنكرين: وأي مانع يمنعنا عن القتال في سبيل الله وحالنا كما ترى، وقد أخرجنا من ديارنا وحيل بيننا وبين أبنائنا وفلذات قلوبنا، فهذا موجب لنا أن نقاتل، وإن كنا لن نقاتل الآن فمتى سنقاتل؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما فرض عليهم القتال مع الملك جبنوا وفروا من القتال إلا قليلا منهم، وثبتت تلك القلة المؤمنة الصابرة، وحازوا على شرف الدنيا والآخرة. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين الذين نقضوا عهدهم وفروا من القتال حين فرض عليهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا.
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. دعونا الآن نناقش الدروس المستفادة من تلك الآية الكريمة. الحماسة وحدها لا تكفي، ولكن لا بد من العلم والرأي. ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. العافية خير لك من البلاء، فلا تتمنى أبدا لقاء الأعداء. بنو إسرائيل لا يتفقون، وعند المواجهة يفرون. لا قتال إلا القتال في سبيل الله، وما النصر إلا من عند الله. ينصر القلة المؤمنة الصابرة على الكثرة الكافرة المدججة بالسلاح. الجهاد الشرعي لا يكون إلا تحت راية، فليس للفرد أن يجاهد منفردا. لن يرفع الذل والهوان عن الأمة إلا الجهاد في سبيل الله في الوقت المناسب. جزاكم الله خيرا.